مشاهدينا بدي احييكم وين ما كنتوا عم تتابعوا الحلقه عنا عبد الام تي في. طبعا وزاره الاقتصاد والتجاره كل الانظار متجهه صوبه خصوصا بموضوع حمايه المستهلك، ومؤخرا ما هملت ولا اي شيء ولو انها اعطت اهميه اكثر للمولدات الخاصه لحمايه المستهلك. من هيك حبينا اليوم ومع التحضيرات للاعياد ان نطل مع المدير العام لوزاره الاقتصاد والتجاره سيده علي عباس حتى نحكي شوي هالحمله يلي انعملت وهالقرار يلي كان يعني مفروض يصير يمكن من سنين صار اليوم، شو نتائجه؟ صار في تجاوب؟ شو مصير المحاضر؟ ورح نحكي شوي عن استعداد كمان مراقبه لكل ما يتعلق بالعيد، ان كان العاب للمأكولات، لكل ما يعني حمايه المستهلك، واكيد رح نحكي عن المشاريع المستقبلية 2019. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية لإلك ومنحيي المشاهدين. شكرا. يعني قد ايه موضوع المولدات والعدادات أخذ ورد، وكأن صارت الوزارة ما عندها إلا هالشغلة، مع العلم إنه كل الأمور بتاخذوها لحماية المستهلك، يعني مانا محصورة فقط بالمولدات. يعطيك ألف عافية. بدي أقول هلأ ما بدنا ننكر لنكون واقعيين أنه أخذ جزء كبير من الجهد قصة المولدات، لأنه هذا موضوع كتير حيوي بالنسبة للمواطن، لأنه للأسف كان عم يدفع المواطن، وهذا الشيء ظهر بعد ما طلعت الفواتير عند الناس اللي ركبوا عدادات قديش هي فيها فرق بالمبالغ اللي كان المواطن يدفعه وهلأ عم يدفعه. فبالتالي هيدا أخذ حيز من نشاط المراقبين على الأرض، مشكورين المراقبين اللي عن جد عم بيحطوا كل جهدهم لحتى نتوصل للحلول الإيجابية بهالموضوع. طبيعي مرقنا بعدة مراحل بهذا الموضوع لحتى نثبت، هذا مش بس قصة عدادات أنا برأيي، هذا قصة تثبيت هيبة الدولة. يعني بالآخر لما بيطلع قرار إداري عن وزير بحسب الصلاحيات الدستورية اللي منعطات له، هذا بيكون ملزم للي متوجه لهم، وإذا عندهم أي اعتراض في طرق قانونية للاعتراض. ما في حدا يطلع يقول إنه أنا أكبر من دولتي وأكبر من القانون وأنا ما بدي نفذ. أكيد. اليوم يعني أنا بتواصل مع أصحاب مولدات، مع العدادات، مع الديجونتور، يمكن تسعيرها شوي بفضله كان يكون في إعادة نظر فيها، لأنه بعد عنده الناس بياخدوا بلاش. ليك لنكون حقاوين، تسعيرها برأيي اللي هلأ انوضعت من قبل وزارة الطاقة أكثر من عادلة، لأن إحنا ما بقى عم نحكي ب 200 ليرة، عم نحكي ب 432 ليرة، وبالكرة اللي هي فيها تمديدات أكثر وإلى آخره، وفي مصروف المازوت كل معليتي أكثر، له حق يزيد 10%، فبرأيي صارت أكثر من منصفة. هلا إذا هو عم بحب يبخشش حدا يبخشه على حسابه، كثير من الصراحة، يعني مش على حساب المشتركين. يعني ما في دعم في حال استمر انه يستمروا يعطوا مجانا لبعض هن الناس. حرين لما عم يعطوا مجانا عم ياخذوا بالمقابل شيء، انا برايي هيك انه هذا الوضع هيك، اليوم اذا بيعطوا البلديه لانه حاطين موتورهم بارضها وما بيدفعوا لها، عم بعطي مثل، او اذا عم يعطوا حدا لانه هن في علاقه بينهم وبينهم مستفيدين في مصالح مشتركه، هاي المصالح المشتركه مش لازم يدفع حق المواطن، البلديه المواطن عم يدفع لها ضرائبه وبالتالي عندها ايراداتها وعندها الموازنه تاعتها لحتى تدفع نفقاتها، الكنيسه او الجامع عندهم موازنتهم ليدفعوا، المدرسه عندها موازنتها لتدفع، فبالتالي مخفر الدرك عنده موازنته ليدفع، نحن كوزاره بندفع للموتور اللي نحن مشتركين فيه، وبالتالي ما في أي داعي لحتى صاحب المولد يتحجج بأنه أنا عم بعطي ناس ببلاش ويزيد هالأعباء على المواطنين. أنا اليوم عم أدي واجباتي الضريبية من والرسوم المتوجبة علي إن كان للخزينة العامة أو للبلدية، وبالتالي أنا من حقي أخذ بعدالة، أنا أدفع بس اللي عم بصرفه. سعادة المديرة، يعني برأيك، بعرف أنه التسعيرة مش عندكم، نعم التسعيرة عند وزارة الطاقة، وبالنسبة لبعض أصحاب مولدات أنه كانت تسعيرة شعبوية سياسية أكثر ما كانت قبل تسعيرة. كانت هيك، قبل كانت هيك لأنه كله كان على الوصلات وكانوا عم ياخذوا من المواطن. هلأ نحن نتيجة الرقابة الميدانية، أنا كتير صريحة وكتير شفافة بهالموضوع، نحن نتيجة الرقابة على الأرض كان في ناس أوريدي في 15-20% مركبين عدادات، بس ما حدا منهم كان عم يلتزم بتسعيرة وزارة الطاقة. نعم. كانوا عم يلتزموا بتسعيرة وزارة الطاقة بالنسبة للوصلات، لأنه أنت إذا صرفتي أو ما صرفتي عم تدفعي هالجزية اللي مفروض عليك آخر الشهر. لما نجينا نقول في عدادات لكل العالم وهيدي إلزامية وعم نلزم بالسعر اللي عم تحطه وزارة الطاقة، لأنه السعر اللي هلأ عم تحطه وزارة الطاقة هو كتير منصف وعادل وبناء على دراسات علمية. هلأ إجوا هني أصحاب المولدات عم بيقولوا في خبير عمل تسعير، هلأ منا في فرق هالكبير، بس يا أختي إذا القضاء عمل يبعث على وزارة الطاقة، يعني ما بفهم أنا أنه القضاء أنه في إدارات رسمية بعتها
بتواصل معه يبعت هالدراسة وهالقد بدها يعني ما بدها كتير. برجع شوي للقرار اللي أسئلة الناس اليوم موضوع بسموه تاكس، بس هو مش تاكس بالنتيجة. لا أبدا، نحن ما فينا نحط تاكس. يعني هذا القرار الرسوم والضرائب يحطها مجلس النواب. نعم، من هيك اليوم في المواطنين شو بيقولوا؟ أنه نحن التأمين إذا قلنا 11 سنة ولو بده يعمل تأمين وندفع، ونحن إذا أخذنا من الموتور أو ما أخذنا مضطرين ندفع للموتور حسب الأمبيراج. هي عم بيسموها مثل تاكس مثل؟ لا منا تاكس، لنكون نحن كنا كتير عادلين بمقاربة الموضوع. الواحد بده يكون عادل بالآخر بمقاربة الموضوع. أصحاب المولدات منهم كاريتاس جايين يعطوا هبة للمواطنين، هن جايين يستثمروا، ونحن مننا ضد أنهم يربحوا، لأنه إذا خسروا حيسكروا. صحيح. للأسف الكبير في ظل تقصير الدولة وما عندي كهرباء 24-24، هذا اللي صار هون الاستغلال، إنه صاروا أصحاب المولدات حاسين حالهم إنه عم بيقدموا خدمة ضرورية للعالم وبالتالي عم يستغلوهم. نحن جينا نقول لا، بده يكون في عدالة بالتعاطي. لا عم نشرع، برجع بحط ثلاث شحطات حمر، نحن ما عندها حق الوزارة تشرع، حق التشريع هو ليتشرع هالقطاع بده يطلع قانون من مجلس النواب، ونحن مننا مجلس نواب. قرارات وزير ما فيها تشرع خلافا للأصول، ولا عم نعطي هالقطاع أي شرعية. حتى مجلس شورى الدولة بعتقد رد على بالزبط. وزير الاقتصاد بهالموضوع. نحن القرارات اللي عملناها عرضناها على مجلس شورى الدولة ووافقنا مجلس شورى الدولة عليها، القرارات التنظيمية خليني أقول اللي هي نظمت العلاقة ما بين صاحب المولد والمشترك، عرضناها على مجلس شورى الدولة وأخذنا موافقته وأخذنا بالملاحظات اللي حطلنا إياها. ستعليا شو لازم يدفع المواطن؟ أنا رح أقولش عليك بس رح أشرح ليش بده يدفع المواطن. وهل لازم ياخذ وصل؟ لأنه في ناس ما عم يعطوه. لا أكيد لازم ياخذ وصل. هلا نحن ما خصنا بالتسعيرة، هي صلاحية وزارة الطاقة، بس لحتى نوضح للمواطنين، كان في طبيعي نقاش مع وزارة الطاقة بخصوص كيف وضع التسعيرة. اليوم هالموتور عنده كاباسيتي معينة، لما بيجي في عدد معين من المشتركين كل واحد بقدرة معين، هو عم يحجز له شقفة من هالقدرة اللي عنده إياها الموتور، وبالتالي عم بدور هالموتور سواء أنا كمواطن أو مستهلك صرفت أو ما صرفت. فبالتالي لحتى نحفظ له حقه والاستمرارية تعيته، في جزء من المبالغ الثابتة اللي هي ككلفة تشغيلية للمولد عم يدفعها المشترك كل أول شهر سواء صرف أو ما صرف، لأنه هو حاجز. وهي محددة الخمسة أمبير طبعاً. هلأ محددة الخمسة أمبير 15,000 ليرة، لعشرة أمبير 23,000، وبنرجع منزيد 5,000 على كل خمسة أمبير، لأنه عم يحجز هالقدرة هالشقفة من قدرة الموتور لها المشترك هيدا، وبالتالي ما في هو يفتح موتوره قد ما بده، هو عنده في ياخد عدد محدد من المشتركين بقدرات معينة. ولازم يعطي هون فاتورة، هو طبيعي. عم يمضوا بس إنه بس الفاتورة ما بتشرع. أول شغلة الفاتورة لا أبدا، الفاتورة ما بتشرع يعني حتى تفقى أو ما تفقى أبدا. لازم أصلا هو هن لازم يكونوا بوضعهم حتى لو كانوا غير شرعيين بقانون الضرائب، بيشتغل بيكون منفصل عن كل قانون تاني. نعم. طالما أنت عم تحقق أرباح سواء كان القطاع اللي عم تشتغلي فيه شرعي أو شرعي، أنت ملزمة إذا طلعتي دخل معين على الأراضي اللبنانية تدفعي ضريبة للخزينة. هذا ما له ترابط مع هذا. يعني اليوم يمكن توصل إلى حد أنه تاجر المخدرات إذا ربح لازم يدفع ضريبة وبينحبس، بس ما خص قانون الضريبة هو قانون بيشتغل بمعزل عن أي قانون تاني. وإلا اليوم إذا بدنا نقول هذا عم بتاجر بصورة غير شرعية بيع فيه من الضرائب، يعني عم شجعه بطريقة غير مباشرة كأني عم شجعه. إذا هن خاضعين للتفقة لازم ياخذوا التفقة ويعطوها للخزينة، هن بيكونوا وسيط وبدهم يدفعوا ضريبة الدخل، هيدا ملزم لإلهم حتى ولو كانوا قطاع غير شرعي. هيدا قانون الضرائب هيك. هلا الشغلة الثانية اللي بحب أوضحها، إنه اليوم لازم يعطي صاحب المولد وصل للمشترك ليحط له عليه قديش كانت قديش صرف قبل بشهر وقديش صارت فاتورته، ليعرف حاله هالمواطن قديش عم يدفع، ويكون واضح لإله أنا عم بدفع مبلغ إجباري آخذ فيه وصل. في ناس تركب لها بنص الشهر، كيف تنحسب آخر الشهر؟ ضرب اثنين ولا نص شهر ولا كيف؟ لا أكيد بينحسب لهم قد ما سجل العداد. هن العدادات كان لازم يتسجلوا من أول تشرين. نعم. لحديت هلأ نعمل لهم محاضر ضبط وراحوا. طبيعي بده يصير في محاسب، ما حدا حيسامح حدا على أرض الواقع، بس الناس اللي ركبت من نص الشهر طبيعي في نص شهر بدها تحسبه يمكن على المقطوع، أو بده يصير في تفاهم بينهم وبين المشتركين. وقضية المحاضر شو وضعها؟ المحاضر نحن عم نمرق بكذا خطوة. أول خطوة هي إنه نعمل محاضر لكل الناس اللي ما التزموا بواحد تشرين الأول، لأنه كان في ديدلاين إنه كل العالم لازم تكونوا نعطوا مهلة أكتر 4-5 شهور لحتى يركبوا. نحن ما جينا نقول اليوم طلع القرار واليوم بكون تركبوا عدادات، لأنه منعرف إنه كل مولد عنده عدد كبير في منهم من المشتركين، وبالتالي ما في ركبهم فرديهم، فعطينا مهلة كبيرة. للأسف هني كانوا مفكرين إنه خلص، يعني للأسف الكبير إنه مش قابضين الدولة جد.
بس نحن كنا مصرين انه هذا الموضوع بيطال المولدات وبيطال حمايه المستهلك، بس بنفس الوقت بيفرض هيبه الدوله، انه الاخر شيء الدوله هي اللي بتقرر وهي اللي بتفرض هيبتها وسيطرتها على الوضع بالبلد. من هون كان اول ستيب انه عملنا محاضر ضبط واعطيناهم مهل نحن كاداره. هلا طبيعي في ناس تجاوبت بس قليل، في ناس اكثر ما تجاوبت. هلا عم يتصادر مولدات طبيعي. نحن كنا قايلين كل الاجراءات كنا حكينا على ما انه ممنوع ابدا، نحن عم ناخذ امر من المدعي العام، فيهم يحكوا اللي بدهم اياه. فنحن عم نعمل خطواتنا بشكل كثير قانوني، الظروف الاستثنائيه بتستدعي اجراءات استثنائيه. اليوم في واقع على الارض، هيدا قطاع غير شرعي نحن كلنا بنعرف، بس ما حدا طالب من اصحاب المولدات انه يشتغلوا بدون ما يربحوا. أكيد. بس بدهم يربحوا بعداله، ما فيهم يستغلوا المواطنين لانه انا بحاجه لهالخدمه الاساسيه. نحن من بعد الفاصل رح نرجع بعد كم موضوع ونحكي عن مشاريع ثانيه للوزاره. نتابع مع المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس. ست عليا، حكينا كثير عن الموتورات، يبقى عندي سؤالين. موضوع الديجونتور، موضوع العدادات نوعيتها، في البعض عم بيقول عم تسرع، كيف بنعرف انه هيدا العداد ماشي؟ وشغلة الثانية الاسانسور. اول شيء بدي اقول بالنسبة للعداد، نحن حكينا مع معهد البحوث الصناعية ومع لبنار، الاثنين اكدوا انه كل العدادات اللي بتفوت على لبنان عبر المعابر الشرعيه هي مطابقه للمواصفات. في مواصفات حطتها لبنان اكثر من مواصفات، بس ما انكشف شيء في التهريب. نحن انكشف، لا هلا اذا في تهريب نحن بدنا ننتبه، هلا اذا في تهريب اكيد. هلا للاسف نحن بمنطقه صيدا كان في حدا عم بيقول انه عم بيسرع العداد، فطلبنا منهم يحطوا كاميرا، حطوا كاميرا اللي هي ما بتكلف شيء بالاخر بدون ما يعرفوا صاحب المولد. طبعا صاحب المولد عم يجي يلعب فيهم، وحكينا مع المدعي العام وتوقف هذا بعده بالحبس بفتكر. فبدهم يراقبوا. نحن كنا بالقرار حاطين انه لازم يكون العداد موجود بمحل بعلبه بيوصلوا لها الاثنين مع بعض، المستهلك والصاحب المولد، لانه الاثنين ممكن يتلاعبوا. هلا في مطارح ما قدروا يعملوا هالشيء، بس المفترض انه هلا في ناس شو عامله، وهي شغله كثير، حاطه عداد ببيتها، حاطه عداد ببيتها غير اللي تحت، صح، حاطين عداد ببيتهم بيلاحظوا اذا في فرق. الاسانسور يعني اذا ما في الاسانسور هو زبون، هو زبون بالاخر، هو زبون. هلا حبت هي لجنه البنايه او المجموع السكان انه يعملوه على المقطوع ويتفاهموا، هذه بصير علاقه تعاقديه ما خاصه فيها وزاره الاقتصاد، مثل اي مشترك بيقول لك انا ما بدي اركب عداد. والتامين علاقه كمان؟ لا التامين ابدا، التامين نحن بنعرف انه 90% من اصحاب المولدات كانوا عم يتقاضوا سلف. لما جينا بدنا نركب العدادات صاروا يطلبوا ساعه 300 دولار وساعه 500 دولار. لما جينا عملنا اجتماع معهم انه انتم ليش عم تطلبوا هالمبالغ؟ قال في ناس بتيجي بتشترك وبتفل اخر شهر، نحن على طول بناخذ سلف. تبين بياخذوا سلف للاسف. اغلب المشتركين لا حافظين ايصالات ولا مذكرين. نحن جينا قلنا لهم في ضوابط لهذا الموضوع، لا فيك تطلب منه 300 دولار ولا 500 دولار، انت لك حق، مش معقول يصرف على 5 امبير اكثر من 100,000 ليره، فبالتالي فيك تخلي معك من المبلغ اللي ياخذه سلف 100,000. وإذا العلاقة كانت قائمة على ثقة ما في شيء يمنع تبقى على ثقة. عشان هيك قلنا إنه المشترك اللي له أكثر من سنتين مع المولد كيف ما كانت العلاقة بتكفي مثل ما هي. أكيد. إذا كانوا ياخذوا سلف يكفوا ياخذوا سلف، بس ضمن هالحدود اللي تحددت بالمبالغ اللي حددها قرار وزير الاقتصاد. وإذا ما كان يتاخذ سلف ما فيهم ياخذوا تأمين. بياخذوا تأمين من المشتركين الجدد ضمن السقف اللي تحدد بقرار وزير الاقتصاد. بكل الحالات رقم الخط الساخن معروف. طبعا نحن بنقول لكل العالم، نحن زدنا 4 خطوط، كان في 3 خطوط 17-39، زدنا 4 خطوط وصار في 7 موظفين عم يردوا على التليفونات. بعرف أنا أنه مش عم نلحق على الكل، بدي أطلب من الناس اللي هي عندها كلها سمارت فون تنزل الابليكيشن كونسيومر بروتكشن لبنان، عم نحطهم على الشاشة طبعا، كونسيومر بروتكشن لبنان، وتعملها داونلود من الأب ستور وتبعت شكاوى عليها، فيها تصور وفيها تبعت شكوى خطية وفويس واللي بدها اياه، وهي الشكوى بتوصل وبتتابع وفي الأصول. حتى نحكي 2019 طبعا احنا موسم أعياد، اخذين كل الإجراءات أول شيء طبيعي موسم الأعياد. نحن اليوم كنا عم نكتب تعميم لكل المحترفين منشان يتأيدوا بالأسعار ما يستغلوا فترة الأعياد. هلا في عندك أكثر من شيء بفترة الأعياد بتخافي منه، الأسعار اللي هي فيني اقول مش شطارتنا، القدره الشرائيه للمواطن اللبناني عم تخلي كل المؤسسات انها تعمل عروضات. الشغله الثانيه جوده البضاعه، لانه مرات بيستغلوا فتره الاعياد لانه بصير في طلب على السلع، بحطوا سلع ما عندها المواصفات المطلوبه. كمان المواطن لازم ينتبه على السلع اللي عم يشتريها، على الاكسبايري ديت، على الانجريديان، انه هالبضاعه اذا منيحه او لا، واذا لاحظ فيها اي خلل يتواصل على 17-39 او على الابلكيشن اللي هلا حكينا عنها. الشغله الثالثه انه يطلع على الاكسبايري ديت تاعت السلع،
وبالتالي هون يعني خليهم يتواصلوا معنا، لأنه نحن قد ما نراقب ما رح فينا نراقب كل شيء، لحتى نكون واقعيين. طبيعي عندنا 100 مراقب عم بيغطوا كل الأراضي اللبنانية بكل القطاعات بكل شيء، ونحن رح نعمل تعميم ورح نقوم في زيارات ميدانية على طول للمراقبين. طبيعي هلأ يمكن الزيارات ما بقى بالكثافة اللي كانت قبل، لأنه في شقفة من المراقبين أو عدد من المراقبين عم بيروح، يعني شقفة من العدد بقصد عم بيروح على المولدات لمتابعة قضايا المولدات، فالشق الثاني العدد الباقي من الموظفين بوزارة الاقتصاد عم بيروحوا ليراقبوا الأسواق والسوبر ماركت والأسعار وإلى آخره. 2019 نحن مركزين بشكل كتير جدي على شغلتين، وطبيعي عنا كتير شغلات عم نعملهم. أول شيء حماية المستهلك الطفل، نعلمه لما بيشتري من كيوسك المدرسة أو من السوبر ماركت أو بالدكان تحت بيته، توعي أورنس للأولاد. والشغلة اللي أهم هي التجارة الإلكترونية، لأنه مثل ما بنعرف أنه هلأ الترند رايح صوب التريد أونلاين، وبالتالي بكل دول العالم، وهيدي الحماية فيها أصعب بكتير من الشيء اللي هو محلي أو ملموس. طبيعي عم نتواصل مع جهات دولية لنشوف أي منظمة دولية، كنا عم نحكي مع الأنكتاد إذا هي بتاخد الليد لتعمل مثل تعاون بين الدول، كيف بده يصير حماية المستهلك بالنسبة للبضاعة اللي بتنشرها عبر الإنترنت. يعني اليوم هيك عملنا جولة إذا بتقول شوي سريعة بس مفيدة. نعم. طبعا في اتفاقات كمان تجارية، بعرف انه طبيعي انا عم بحكي بس بشق حماية المستهلك. نعم. بس كوزارة طبيعي عندنا كوزارة خطط كتير عم نشتغل عليها، عندنا كذا لجنة ثنائية رح تنعقد خلال العام 2019 إذا الله عطانا عمر، في كذا عم نخطط لمشاركة لبنان بكذا معرض، وأهم وحدة عم نشتغل على الإكسبو 2020 اللي بده يصير بدبي بال 2020، اللي هو بلشت الاستعدادات له من زمان، للأسف صار في تأخير شوي عندنا لأسباب خارجة عن إرادتنا، بس بلشنا بالبروسس. في عنا كتير خطط بالوزارة، إن كان للملكية الفكرية، نحن عم نشتغل مع وزارة التنمية الإدارية لنعمل أوتوميشن لكل وزارة الاقتصاد، بلشنا بستيب 1 بالملكية الفكرية بالآي بي، وعم نطور القوانين الموجودة، عم نرجع نراجع كل القوانين الموجودة، لأنه نحن مثلا بالملكية الفكرية عنا نظام إيداع، عم نحاول يصير شوي نظام حماية، عم نعمل نظام جديد أبليكيشن جديد عم نشتغل عليها مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو، عم تساعدنا مشكورة وزارة التنمية الإدارية بالبادجت، حتى تشجع اللبنانيين كمان يسجلوا بلبنان، لأنه وزارة التنمية عندها فند، أنه عندها مصاري، نحن ما عندنا بادجت للأسف. ستيب 2 رح تكون بالنسبة للكونسيومر بروتكشن، اللي هي أكتر فيها شغل ومور كومبليكيتد، لأنه بدنا نروح على مسح لكل لبنان، كثير عندنا داتا لكل القطاعات، لحتى إذا بقى نعمل متابعة أو تراكينج ببرودكت معين إذا صار في خلل يكون عندنا الداتا كاملة، ويكون في ملف لكل مؤسسة ونشوف قديش الريسك اللي هي بتشكله هالمؤسسة وقديش عدد المخالفات اللي مرقت عليها، لحتى يصير في تقييم للمؤسسات. وهذه بتفتح فرص عمل كمان. أكيد بتفتح فرص عمل، بالإضافة لأنه نحن مثل ما بتعرفي من أول 2015 نحن تلاميذ الجامعات بيشتغلوا معنا، بس للأسف هلأ بيعز الحشرة هن كلهم صحيح. عندهم امتحانات ما عندنا تلاميذ عم بيساعدونا. هيدي خلقت كتير نوع من الشراكة هيك السامية بين القطاع العام والقطاع الخاص. وبحب اقول لك انه للاسف الكبير انه الكلمه اللي على طول بنسمعها انه ما كنا عارفين هيك الدوله عم بيقولوها بالمعنى الايجابي، للاسف في هيك عامل الثقه مفقود بين وهذا اللي بدنا نعززه يكون في وهذا اللي بقى نعززه وعم نعمل اليوم. انا تركتهم في عنا خبره من تايكس جايين عم يحكوا بقواعد المنشا، يعني الوزاره فاتحه على اكثر من جبهه عم نشتغل، والحمد لله بنقول عم نقلع وعم نعمل مشاريع قوانين وعم نبعتها، ناطرين ان شاء الله الحكومه الجديده اللي نبعتها عبر مجلس الوزراء للمجلس ان شاء الله. ما بتطول الحكومه الجديده تكون بالتوازن مع كل الاستعدادات اللي عم بتحضروها. بدي عايدك اكيد وعايد كل العاملين معكم، ونقول لهم كل سنه وانتم بخير، وبدنا نقول لهم بنعتذر اذا قصرنا بمكان ما، نحن عم نحط قصارى جهدنا لحتى نكون حد المواطن لحمايته، لأنه هيدي مهمتنا ونحن موجودين بالوزارة لنعمل هيدا الشغل بدون جميلة من حدا. وبدي أقول لهم أنه يتعاونوا مع الوزارة، وهيك بدي أطلب منهم هيك بكل شفافية يكون عندهم ثقة بوزارة الاقتصاد والتجارة، لأنه عم نعمل لمصلحتهم، ويتواصلوا معنا على 1739 أو على الابليكيشن، ويتأكدوا حتى لو طولت أي شكوى ما في شكوى بتنهمل، كله بيتابع. وهيدا المهم. أنا بشكر كمان حضورك معنا اليوم استعلي عباس. طبعا بدي أعطيكم موعد مشاهدينا بكرة عبر الحل عندنا MTV. إلى اللقاء. إن شاء الله بتكون سنة حلوة على الكل. إن شاء الله.